صباح الخير يا أستاذة ميرفت. ايه ده أستاذ جمعة؟ يا صباح الورد والقشطة والحب. ورد وقشطة وحب، ده كتير علي قوي والله يا أنسة ميرفت. بقولك ايه، بطل بقى كلمة أنسة دي، بتضايقني. ما انا كنت بقولك يا مدام وانت اللي زعلتي. مدام ايه بس؟ هو يا أنسة يا مدام؟ ايه ما عندكش انواع تانية؟ مفيش وسط؟ ما هي ما فيهاش وسط دي بقى، يا اما سنجل واقول لك يا انسه، يا اما مرتبطه واقول لك يا مدام. انا بحب الناس اللي قريبين مني يقولوا لي يا ميرفانا. يقول لك ايه؟ ميرفانا. ايوه، يعني انا ايه دخلي بالموضوع ده حضرتك؟ ما انت قريب مني اهو. اه فعلا انا قاعد قريب قوي منك. طب بعد اذنك ثانيه واحده. ايه ده تعمل ايه؟ ببعد شويه. منين بقى بتبعد وانت جاي مخصوص علشان تشوفني وتطمن عليا؟ لا ده انا جاي اجيب لك الجوابات اللي حسين خلصها. معلش هو فاضل جوابين لسه ما ردش عليهم، اول ما يخلصهم هجيبهم لك على طول. طيب ماشي، اعمل نفسي مش واخده بالي وهستعبط. قولي وهو عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله بقى احسن شويه، بس لسه ما بيتحركش من على السرير. اتفضلي الردود اهي. اوكي انسه ميرفانا. ايه انسه ميرفانا يا مدام؟ انت يا حاجه؟ نعم. مش حضرتك خدتي الردود؟ اه. طب ممكن تسيبي ايدي لو سمحت؟ متخلية شويه يا فندم. سوري يا كوما، معلش الاحساس كان فظيع وخدني. طب اسيبك بقى مع احساسك واخش انا للانسه ساره. انسه ساره ما بتجيش بقالها يومين. ليه خير؟ هي تعبانه ولا حاجه؟ ايه ده، طب وانت عايز تعرف سبب غيابها ليه؟ ها يعني عشان لو تعبانه لا قدر الله يبقى واجب برضو نطمن عليها. لا اطمن، مش تعبانه ولا حاجه، هي عندها ظرف شخصي. اكيد متخانقه مع خطيبها. انت جبت الكلام ده منين؟ اصلي لما كنت هنا اخر مره سمعتها بتكلم حد في التليفون وهي متضايقه فافتكرت خطيبها. مش فاكر يا ربي كان اسمه، باين جان نديم باين ولا كارم ولا مش فاكر بالظبط. قصدك كريم؟ كريم ايوه. هي فعلا مشاكلها كتير قوي مع كريم، بس مش عارفه المره دي ايه هو نوع المشكله بالظبط. هما سابوا بعض ولا لسه؟ سابوا بعض. ده ايه انت بتتكلم على مين؟ على كريم. كريم ده يبقى اخوها. بتتكلمي جد يا ميرفانا؟ ايه ده انت قلت ايه؟ قلت يعني حضرتك بتتكلمي جد؟ يا ايه قلتيني؟ يا ايه يا ايه يا مدام ميرفت بعد اذنك. اخيرا يا ميرفت عشت وشفت اليوم اللي بتجيبيلي فيه خبر حلو. ياه كريم طلع اخوها. اما اكلمها تاني جايز ترد المره دي. برضو لسه قافله تليفونك يا ساره. وبعدين بقى في القلق ده انا بعت لها فويس نوت عشان لو فتحت الموبايل في اي وقت تسمعها. ازيك يا ساره؟ يا رب تكوني بخير. انا بقالي يومين بحاول اطمن عليكي ومش عارف اوصلك، وعرفت انك في مشكله ومش عايزه تقابلي حد، بس ده غلط على فكره. ولو احنا اصدقاء فعلا زي ما انت بتقولي يبقى من حقي عليكي اعرف ايه اللي حصل، ومن حقك عليا اني اساعدك. أنا مش عارفة أنت إزاي عرفت تقنعني أني أنزل من البيت بالسهولة دي. أنا اللي مش عارف إزاي واحدة طموحة ونشيطة زيك تقعد في البيت يومين بحالهم. أنا أصلي ما بحبش حد يشوفني وأنا يبقى أنت بقى مش شايفاني صديق حقيقي ينفع تتكلمي معاه لما يكون عندك مشكلة. لا طبعا مش صح، بدليل أني قاعدة معاك دلوقتي. بس برضو مش عايزة تحكيلي. لو كانت المشكلة تخصني كنت حكيت لك على طول زي ما حصل قبل كده، بس اللي مخليني مش قادرة أحكي ان المشكله تخص حد تاني. قصدك يعني ان كريم اخوكي ممكن يزعل لما يعرف انك حكيتي لحد؟ ايه ده انت عرفت ازاي ان المشكله تخص كريم؟ بصراحه انا كنت قلقان عليكي لما جالك التليفون المفاجئ ده وسبتيني ومشيتي لما كنا مع بعض، فسالت حد يعني بدون ذكر اسماء وعرفت ان سبب زعلك هو كريم اخوكي. يبقى اكيد ميرفت هي اللي حكت لك. ايه ده انت عرفتي ازاي مع اني قلت بدون ذكر اسماء؟ ماشي حسابي معاها بعدين. طب وانا؟ انت ايه؟ مش هتحاسبيني على فضولي واني سألت عن تفاصيل انت مش عايزة تحكيها لحد؟ بالعكس انا فعلا كنت بفكر احكي لك واخد رأيك، المشكلة اني متعودة دايما احل مشاكلي بنفسي وما تعودتش احكي لحد. يبقى تتعودي من دلوقتي، وبعدين انا مش حد، انا جمعة.
دمك خفيف قوي. يا ربنا يخليك. بس ايه اللي يضحك يعني؟ مش فاهم. انا جمعة مش حد ولا سبت. احنا هنقلش بقى. طب انا هقوم امشي. اقعد بقى يا اخي، انا كنت فاكراك قصدها علشان تضحكني. لا انا قلتها عادي كده، ما كنتش واخد بالي انها تضحك. ماشي يا سيدي، انا اصلا لما بقعد معاك وببص لك بلاقي نفسي ببتسم لوحدي كده، مش عارفه ايه السر. يعني شكلي بيضحك يعني. طيب يا ستي كتر خيرك. انا هقوم امشي. يا جمعه اقعد، خليني احكي لك المشكله. مشكله ايه؟ ده انت ضحكتك بقت من الودن للودن كده. خلاص انا عملت اللي عليا. انت مش ممكن على فكره، انت ازاي عملت كده؟ انت اللي شكلك كنت مستنيه اي حاجه تضحكك علشان تنسي المشكله اللي انت فيها، بس واضح انها مشكله كبيره. هي فعلا مشكله كبيره وصعبه، انا حتى مش عارفه احكيها ازاي. طب انا ساعدك، نمشي واحده واحده. المشكله دي تخص كريم اخوكي مش كده؟ ايوه تمام. المشكله دي بدات من امتى؟ يعني شهر كده تقريبا. انت قلتي لي هو عنده كام سنه؟ 16 سنه وفي ثالثه ثانوي، بس بيقول انه مش عايز يدخل الامتحانات. امتحانات ايه؟ قصدك الثانويه العامه؟ ايوه. يعني المشكله انه مش عايز يذاكر وبيتهرب بالامتحانات. المشكله ان كريم عمره ما كان كده، كان دايما نشيط وكله طاقه زيك يعني، يمكن اكتر مني كمان. معقوله؟ وايه اللي غيره كده؟ كريم كان مجتهد جدا في دراسته، وفي نفس الوقت كان بيحب يلعب كوره. كان دايما بيقول انه نفسه يبقى لعيب كوره عالمي. وكان بيعرف يلعب كويس؟ مش عارف، بس كان بيصحى بدري جدا كل يوم ينزل يجري، وكمان كان بيروح الجيم 3 مرات في الاسبوع، وكمان كان ماشي على نظام اكل معين علشان يحافظ على لياقته. زي بالظبط. ايه ده، انت بتعمل الحاجات دي؟ لا انا قصدي على الصحيان بدري بس يعني. ما تضحكنيش بقى، خليني اعرف اكمل. طب اتفضلي كملي. المهم انه كان بيعمل كل الحاجات دي عشان يحقق حلمه ويبقى لعيب كوره. بيتهيألي ده حلم عادي وكل الولاد اللي في سنه بيحلموه. لا يا جمعه، كريم كان ده حلمه اللي عايش عشانه، كان ده هدفه الوحيد، وكان مستني بس الفرصه اللي يطلع من خلالها موهبته ويحقق حلمه. وبعدين الفرصه جت وما خدهاش، خدها حد تاني ما كانش يستحقها، صح؟ ايه ده، انت عرفت ازاي؟ ابدا، اصلها حصلت لواحد صاحبي. المهم كملي. ومن ساعتها وهو متغير، بقى واحد تاني، ما بقاش له نفس لأي حاجة، ولا تمرين ولا أكل، وحتى المذاكرة سابها. ما بقاش يعمل حاجة غير إنه يلعب بلاي ستيشن وبس، ولما حاولنا نخليه ذاكر زعق وقال إنه مش هيدخل الامتحانات كمان. ولا أنا ولا ماما قادرين عليه، مش عارفة أعمل إيه معاه، حاسة إن مستقبله بيضيع قدامي وأنا مش عارفة أساعده. طب ينفع تخليني أقابله؟ لا طبعا يا جمعة، انا ما اقدرش احطك في موقف زي ده، وبعدين بصراحه انا ما اضمنش رد فعله لو عرف اني حكيت لك. احنا مش هنقول له انك حكيتي لي، وانا هتعامل معاه كاني ما اعرفش اي حاجه. طيب وهتعمل ايه؟ ما تقلقيش انا هتصرف، بس قولي لي الوقت اللي ينفع اجي فيه، وما تشغليش بالك باي حاجه تانية. طب وهنقول له انت مين وجاي ليه؟ انا عندي خطه ما تخرش الميه. خطه؟ خطه ايه؟ بص يا ستي، انا هاجي على اساس اني زميلك في الجريده، ومعايا اوراق مهمه محتاجه توقيعك، وعلشان كده جيت لك. وانت طبعا هتمسكي فيا اني اقعد معاكوا شويه وتناديله علشان اتعرف عليه. وبعدين؟ خلاص. خلاص ايه؟ الخطه خلصت. ما تهزرش بقى يا جمعه. يا ستي اعملي بس اللي بقولك عليه وسيبي الباقي على ربنا. بريد جمعه، بريد جمعه. اهلا اهلا وسهلا بيك يا استاذ جمعه، نورت البيت. منور باصحابه يا طنط. الله، انت ما بتاكلش الكيك ليه؟ هي مش عاجباك ولا ايه؟ لا ازاي يا طنط، دي جميله جدا. هو انت كنت دقتها؟ ما تدوق وتقول لي ايه رايك. حاضر يا طنط. الله، جميله قوي. بالهنا والشفا. يا ساره فين الشاي يا بنتي؟ لا انا عملت نعناع، اتفضل. ميرسي قوي. نعناع ايه اللي عايزه تشربيه للراجل مع الكيك؟ ما ينفعش طبعا، الكيكه تحب الشاي. انت هتحكمي عليه يشرب زيك ولا ايه؟ يا ماما استاذ جمعه بيحب يشرب المشروبات الصحيه بس، وملوش في الشاي والقهوه. تبقى انت اللي عادتيه. لا 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 يا طنط ساره، ملهاش ذنب، انا طول عمري كده. تسلم ايدك، الكيكه جميله جدا. تسلم ايدين اللي عملتها، ساره ست بيت مفيش منها، ونفسها في الاكل ايه مش عايزه اقول لك، بس ما بتدخلش المطبخ الا لما يكون ليها مزاج زي النهارده كده. وبعدين بقى يا ماما، ايه اللي بتقولي ده؟ تسلم ايدك يا استاذه ساره، بجد الكيكه تحفه. بالهنا والشفا يا استاذ جمعه، عن اذنك هدخل انادي على كريم يسلم عليك. اتفضلي. وما جبتش المدام معاك ليه يا استاذ جمعه؟ لا انا مش متجوز يا طنط. هو ايه الحكايه؟ هو الجرنان ده كل اللي بيشتغلوا فيه عزاب ولا ايه؟ ولا ساره محرجه عليكم ما تتجوزوش؟ لا مش محرجه ولا حاجه، بس يعني اعرفك يا استاذ جمعه، كريم اخويا ثانويه عامه. اهلا 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 وسهلا يا كريم. اهلا بحضرتك. اتفضل ارتاحي يا استاذ جمعه،
اقعد يا كريم. لا انا هدخل اوضتي بعد اذنك. اقعد يا كريم، ما يصحش تسيب ضيف جاي يزورنا وتدخل اوضتك. خليه براحته يا طنط، اكيد ورا مذاكره. مذاكره ايه بس، هو بيفتح كتاب من اصله؟ لا يا ماما، كريم شاطر وهيذاكر ان شاء الله. لا لا هذاكر ولا هدخل الامتحانات من اصله. ليه يا كريم؟ هو حضرتك كنت في ثانويه عامه؟ ايوه يا كريم، كنت في ثانويه عامه ونجحت بمجموع كويس ودخلت الكليه اللي انا بحبها. اللي هي ايه؟ اداب علم نفس. مش بس كده، ده انا كنت الاول على دفعتي الاربع سنين. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ بعد ما جبت مجموع كبير ودخلت الكليه اللي بتحبها وطلعت الاول، عملت ايه؟ بقى معايا شهاده محترمه. ويا ترى علقتها على الحيط على طول ولا بليتها وشربت ميتها الاول؟ كريم عيب كده. انا اسفه يا استاذ جمعه. لا 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 مفيش حاجه يا استاذه ساره، انا فاهم كريم يقصد ايه كويس، بس عايز اقول لك على حاجه يا كريم. الشهاده مش مجرد ورقه بتتعلق على الحيطه، دي رمز لكل العلم والثقافه اللي انت اتعلمته، وكمان بتخلي الناس تحترمك لانك معاك شهاده عاليه. وكمان انا هقول لحضرتك الشهاده دي بالنسبه لنا ايه. الشهاده مجرد ورقه الواحد بيتمنظر بيها او يشتغل بيها شغلانه عشان ياكل عيش وخلاص، ولا في علم ولا ثقافه. وكل مناهج التعليم عندنا عباره عن حفظ طول السنه، وده الكلام اللي حفظناه في ورقه الاجابه، وتاني يوم لو سالت اي حد عن اي حاجه درسها هيقول لك ولا اعرف. لا طبعا مش صح الكلام ده. طب تقدر تقول لي حاجه واحده انت فاكرها من منهج الثانويه العامه اللي انت درسته وجبت فيه مجموع كبير؟ اه طبعا ممكن. اتفضل. هقول لك طبعا اهو. معلش هو بس السؤال جه فجاه، فيعني عيب اللي انت بتعمله ده يا كريم، انت بتعمله امتحان. انا لا هعمل امتحان ولا حاجه، انتوا اللي فتحتوا الموضوع وحافظين كلمتين وبتقولوهم وانتوا اصلا مش مقتنعين بيه، وصعبان عليكم تشوفوا حد مش عايز يمشي جوه القطيع. بعد اذنكم. اتفضل. انا اسفه قوي يا استاذ جمعه. لا مفيش حاجه يا ساره، قصدي يا استاذه ساره، انا همشي. يا ابني هو انت لحقت تقعد؟ لا معلش، اصل ورايا حاجات مهمه لازم اعملها. بعد اذنك. اتفضل يا ابني. شرفتنا يا استاذ جمعه، واسفه على اللي عمله كريم. لا 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 خالص مفيش مشكله ابدا. بعد اذنكم. الواحد دايما بيداري عيوبه عن نفسه، بيحاول ينسى فشله وانهزامه، بيحاول يخبي وشه قدام المرايا، لكن ساعات وبدون اي انذار بتخبطه الحقيقه في وشه، تشده من هدومه وتوقفه قدام مرايا توريله حقيقته اللي حاول ينساها. بتبقى لحظه صعبه جدا، خصوصا لو كان ساعتها بيحاول ينصح شخص تاني. ايه الصح وايه الغلط؟ مين اللي قرر ان الحاجات تبقى كده؟ وهل من الصح ان احنا نفضل ماشيين كده من غير ما نسأل نفسنا ايه الصح وايه الغلط؟ ومين اللي قرر ان الحاجات دي تبقى كده؟ مش هنسى اول يوم رحت فيه المدرسه، الجو برد والشنطه تقيله والمكان غريب، ما كنتش عايز اروح بس طبعا رحت غصب عني. وفاتت السنين وفضلت اروح، ما فكرتش في مره اغيب. شيء غريب، اللي كنت رايح انصحه وفاكر مشكلته بسيطه لقيته شاف نفس اللي شفته وحلمه اتسرق منه زي حلمي ما اتسرق، وعمل زي اتكوم على نفسه في اوضته وقفل الباب ورفض يستطعم اي حاجه تاني في الحياه. طب اقول له ايه وانصحه ازاي اذا كان الياس اللي اتسرسب له وابتدى واحده واحده يبني شبكته جوه قلبه اتسرسب لي انا كمان من سنين وعشش ونام؟ اقول له ايه؟ مش لاقي حاجه، مش لاقي جوايا غير صمت تام.